لذلك من يبحث عن الحق أيوه. ويريد الحق الله يهديه. نسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين. طبعاً. وأنا فعلاً أنا أفتخر بكم. أيوه. أنا أفتخر بكم هنا. طبعاً. سبحان الله لما جيت إلى هنا. وأنا ما عرفت عن الصومال يعني أشياء كثيرة. أيوه. سبحان الله كل الناس مسلمين. كل النسوة متحجبات. الله أكبر. نسأل الله أن يوفقكم. نسأل الله أن يبارك فيكم. مسلمين. نسأل الله أن يبارك فيكم. نعم ما شاء الله. شوف النبرة هذه. شوف الغرام هذا. والناس يعتزون بهذا الدين. قبل يومين أرسلنا المواشي للسعودية حوالي 3 مليون راس. ما شاء الله.